رندا المهدي سباحة مصرية خطفت الأضواء بإنجازاتها الاستثنائية، عشان كده كرمها الاتحاد الدولي للسباحة كواحدة من الشخصيات الملهمة عالميا. صحيح، رندا بقت أول سباحة مصرية وعربية تقطع مسافة 16 كيلومتر في بحيرة أنسي بفرنسا. طبعا واجهت تحديات كبيرة، لكن مع الحفاظ على إصرارها، مع الحفاظ على عزيمتها، قدرت إن هي تحقق إنجاز تاريخي. سيدات مصر دائما نموذج للتفوق والإبداع في مختلف المجالات بما فيها الرياضة، ومن بين هذه النماذج المشرفة تأتي السباحة المصرية رندا المهدي التي تم تكريمها من الاتحاد الدولي للسباحة كواحدة من الشخصيات الملهمة عالمياً. رندا حققت هذا التكريم كأول سباحة مصرية وعربية بفضل إنجازاتها الكبيرة في فرنسا، وكانت البداية في سبتمبر 2024 عندما حققت رندا إنجازاً استثنائياً بعدما أصبحت أول سباحة مصرية ودولية تقطع مسافة 16 كيلومتراً منفردة في بحيرة أنسي بفرنسا. انطلقت وقتها من شاطئ ألبيني في الصباح ووصلت لشاطئ دوسارد في فترة الظهيرة، محافظة على وتيرة ثابتة رغم برودة المياه والتحديات التي واجهتها. بحيرة أنسي المعروفة بكونها أنظف بحيرة في أوروبا كانت مسرحاً لهذا الإنجاز المميز. رندا المهدي ليس فقط سباحة رياضية متميزة، بل هي أيضاً مهندسة وأم لثلاثة أطفال، مما يبرز قدرتها الفائقة على الموازنة بين حياتها المهنية والشخصية والرياضية، ولتظل نموذجاً يحتذى به للمرأة المصرية في كل المجالات.